السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الاتحاد المغربي، وين يرد على انباء يعني على انباء استضافة مباراة اوغندا والجزائر في تصفيات امم افريقيا. يعني وين الناس يقول لك بلي في تونس في غادي يلعبوا في مصر في مصر في مصر، ما نعرف حنا ماذا بينا. كيما قال لك باش نلعبوا مباراه تاعنا ما نزيدوش نتنقلوها كل حاجه، صح معليش، في طول المنتخب الوطني يعني يلعبوا في 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 مصر، قال لك باش نلعبوا كونت مصر في استاد القاهره، معليش يا خويا. بصح شوف اوغندا هي صاحبة القرار، وزيد الناس مغالطين على بالك ما نشرتوش الخبر تاع وزير الشباب والرياضة تاع اوغندا، قال لهم اتعهد ان تلعب اوغندا هنا في الستاد في قال لهم غادي نعملوا المستحيل باش نوجدوا الملعب تاعنا ونلعبوا هنايا في اوغندا. ما نعرف دروك ما بالك، سبحان الله، مازال القرار مكاشي، مكاش قرار مكاشي، هذه كاع هضره، هذه كاع خطره من شاهدنا وين المكلف اللي غادي يكون جديد مكلف بالاعلام وهو صاحب المساحات الضيقه، وين قال وين كذب، قال لهم ما كان لا مباراه مع مصر، ما كان مباراه مع السنغال، ما كان مباراه مع، قال لك كله كلام ما عرفناش. دروك انت يا دروك خاصه وين يدعوا الناس بانه المقرب تاع المقربين تاع المدرب، وعلى بالو اش تكاين خبايا وصوالح وكلش، على بالهم كلش ما قري، كانوا الاخبار تاعو كاع غلط. هو يقول لك المدرب، هو ماشي المدرب، هو المساعد تاع المدرب، المساعد المدرب تاعنا شكون؟ مدرب الحراس، هو هذاك المساعد تاعه، هذا مكان. وكان يعني يتكلم بزاف مع بالقبله ما فهمناش بالقبله، بالك ما بغاش يبدل يعني المناجر تاعو، كيما راه اخر نهار اللي بدل بولايه كيبدل المناجر تاعو هو ولد القاطر. بالقبله ما بغاش يبدل المناجر تاعو، راك تشوف بالقبله يعني ما يعني تنسى مع القريب، مي كان بالقبله ما يلعبش، بالقبله كانوا يجيبوه ليكيب ناسيونال، بالقبله ما ولاش يلعب، بالقبله ما ولا بالقبله كي ولا يلعب ولا ما يجيبوش. صار يا كيما اندي ديلورد، اندي ديلورد مي يكون في التوهج يقول لك هذا زورو، وكيما يكونش في التوهج يقول لك هذا يجيبوا الزهره، ها يقول لك جبنا الزهره، هذه هي كيما هكا صارينو. يعني كاشي زورو زهرة نكتة عروسة، ما قدرنا والو معاكم. حنا وين عاودوا نولوا نتكلموا، وين كشفت مصادر بالاتحاد المغربي لكرة القدم حقيقة استضافة مباراة أوغندا والجزائر المقبلة بالتصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ويستعد المنتخب الجزائري المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة يعني نظيره أوغندا في خوض منافسة الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. وقالت مصادر يعني حسب جرائد يعني حسب أخبار يعني من المغرب أنه لا يعرف شيئا عن أنباء التي تتردد بشأن استضافة مباراة أوغندا والجزائر. وأضاف الكاف أو أي يعني قال لك الكاف أو أي من الاتحاديين يعني الأوغندي يعني لم يتواصلوا مع الجامعة المغربية بشأن استضافة هذه المباراة، ووصل ولكن المغرب يرحب باستضافة أي مواجهة بالتصفيات إن قررت الكاف ذلك. ويذكر أن أنباء كانت قد ترددت بشأن طلب يعني المباريات، يعني وين يقول لك مباريات ما زالناش احنا يومين، خاصة وين المغرب يعني وين احتضن عدة مباريات خاصة يعني في الأزمة تاع الكوفيد 19، يعني وين شاهدنا هذه هي حنايا المهم وين ما لعبنا نربحوا، حنا نلعبوا في المغرب نربحوا، نلعبوا في تونس نربحوا، في مصر نربحوا، هذه أوغندا نلعبوا في بلادهم نربحوهم، نربحوا انا تبان لي نربحوا عادي نورمال، لا كاش ما كاش حاجه ولا ما فهمناش. عندنا مدرب عالمي حطم ارقام قياسيه، لعب 50 مباراه خسر 5 مباريات فقط، يعني نربحوا عادي. دروك المدرب تاعي 50 مباراه خاسر غير 5 برك، يا
يعني أرقام قياسية وحطم كل أرقام، إلا يعني تشريف العالم الجزائري مع بلدان يعني العالم باش الإعلام تاعنا يطلع مع البلدان العالم مكاشي، بصح أرقام هو اللي حطم الأرقام القياسية كمدرب، هو يعني استغل هذا استغل الجيل الذهبي المنتخب الوطني في الألفية هذه الجديدة، يعني كاين جيل ذهبي تاع لي زاني 80، كاين جيل هذا تاع القرن الجديد، يعني وين استغله هو جا خاري هو يقول لك انا حطمت ارقام، لكن الاعلام تاع الجزائر ما طلعش معنا، مش الاعلام تاع الجزائر مع البلدان الكبيره في الرياضه في كره القدم، ما شفتش يعني ما انتم ما شفتوا، اذا انتم ما شفتوا في قاطر الاعلام تاع الجزائر قولوا لنا، على شفت واحد قاضب باف قطريين فتحوا كأس العالم احتفال تاعهم، الناس اللي كانوا يتخيلوا باللي احتفال وغادي يكون الزرق والزريط وقلنا ومنا ومنا، حنا شاهدنا يعني القطريين ضربوا المثل، حلوا يعني الافتتاح تاعهم يعني بالقرآن وختموه بالقرآن، حاجة يعني سيف نورمال عادي، حاجة سيف نورمال، ما كان لا غنى لا منا، بصح أنا شفت الإعلام تاع الجزائر، واحد داير الإعلام تاع الجزائر وينشر في الرذيلة يعني في الغناء قلنا باب داب 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 داب، ما تعبناش عليه داب 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 والله ما تعبنا، وتاوعنا كاين اللي فرحانين يقول لك هذيك رقصهم، هذيك رقص الاماراتيين، هذيك رقص القطريين، هذيك رقص من عاودي شارقصه عاود داروا السينما وجاو شارقصوا تقصروا علينا انتوما ولا كاين بالكم، ما جرح ترفانيك عاودي والله ما نجيب عليك، خلينا منه يا ولدي كويت تلعب للبارتي، كويت تلعب وجا تلعب برك يمنا من الهضرة تاعكم الزيادة هذي، شو بير كي راك تشوف الرجاء مع الأهلي، الرجاء يربح كي راني نشوف الرجاء غادي يربح، هذي ما هذي حد ما قالها لحد، غادي الرجاء يربح خويا، كاين يعني شوف فيها الراجع بكل تأكيد هو اللي غادي يفوز، شوفوا حاجة وحدة أخرى ولا، أنا نشوف الراجع غادي يربح، الله، ويقولون تقرون نتوما ولا كيف، شوف الراجع هو اللي غادي يفوز كيف، تاع قول. الرجاء هو اللي غادي يفوز، المهم حنايا هذه المباراة تاع أوغندا وهذه منا ماناش عارفين يعني ما يعني واحد ما راش عارف شا كاين شا مكاش، يعني كلش يبقى كيما نقولو حنايا، كلشي يجي ان شاء الله برا، انت جيب تعرف شو بي شت صورة تحجب شتها، المهم حنايا وين ما لعبنا نربحو ان شاء الله بربي.
شو يسموه هذه يا خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو دائما معكم بجديد، وان شاء الله بربي اللي يمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم سعيد.